خلال الشهرين اللي فاتوا، علماء معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو رصدوا عدة توهجات شمسية قوية، وقالوا إن بعضها ممكن يسبب خلل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية. التوهج ده استمر في بعض الأحيان لمدة تجاوزت الربع ساعة. خلينا نعرف تفاصيل ظاهرة التوهج الشمسي وتأثيرها على كوكب الأرض بصحبتنا الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير يا دكتور، وبعد التحية، يعني إيه توهجات شمسية وإزاي ممكن تأثر على أنظمة الاتصالات داخل كوكب الأرض؟ صباح النور، وإزاي حضرتك والدكتورة منة. التوهجات الشمسية ده، إحنا نعرف إن الشمس كرة غازية، غاز، وبتتحرك بتدور حوالين نفسها، فدورانها حوالين نفسها ما بتبقاش زي كتلة صلبة زي الأرض كده بنفس السرعة ونفس في نفس الوقت. ففي منطقه بنسميه منطقه الاستواء الشمسي، منطقه خط الاستواء الشمسي زي خط الاستواء الارضي، بس احنا بنتكلم عن الكره الشمس ككره. ايوه. فخط الاستواء الشمسي ده بيحصل فيه الدوران بيبقى اسرع، بيبقى يعني لان دوران الشمس بيبقى عمليه ديفرنشال روتيشن، يعني بيختلف من حته لحته، من مكان لمكان للشمس. ايوه. فالسرعه الكثيره دي في منطقه الاستواء الشمسي بينتج عنها مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده يظهر على سطح الشمس. ايوه. وبتراكم هذا المجال المغناطيسي بيعمل شبكه مغناطيسيه. الشبكه المغناطيسيه دي بتمنع خروج الغازات او الطاقه اللي طالعه من الاندماج النووي في بطن الشمس، اللي عشان تطلع على سطح الشمس فالشبكه المغناطيسيه تعيقها، فتظهر لي حاجه ما بيسمى بالبقعه الشمسيه اللي احنا في مرصد حلوان بنرصدها، او المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه بنرصدها كل يوم، البقعه الشمسيه. ولو حد بص بفلتر على الشمس هيلاقي البقعه الشمسيه دي بتظهر كنقط سوداء، بس مش هي سوداء على الشمس. أيوة. ده هي درجه حراره اقل من درجه حراره سطح الشمس المحيط بها. المهم البقعه الشمسيه دي قد يصل عرض البقعه الشمسيه دي الى حوالي 17 مره عرض الشمس، عرض الارض. البقعه الواحده دي كان قد يكون عرضها 17 مره عرض الارض. عرض الارض. ايوه. فلما بيحصل مجال مغناطيسي معقد للبقعه الشمسيه دي فيحدث انفجار ليها او انفجار للشمس، بنسميه التوهج الشمسي او السولار فلير او الانفجارات الشمسيه. الانفجارات الشمسيه دي بيصاحبها انواع مختلفه او نواتج مختلفه. وكل النواتج دي مش بتوصل للارض في مره واحده او في وقت واحد. فمثلا بينتج عنها طيف كهرومغناطيسي اللي هو الاشعه المرئيه واشعه الراديو واشعه اكس راي واشعه جاما والاشعه الحمراء. فالموجات الكهرومغناطيسيه دي تصل للارض خلال 8 دقائق. سبحان الله، ربنا خالق الغلاف الجوي للارض حمايه لسطح الارض، لكن قد تدخل الاشعه اكس والاشعه فوق البنفسجيه تدخل الى تخترق الغلاف الجوي للارض، وتقدر تصل الى منطقه اليونوسفير وتعمل تشويش في الاتصالات الراديويه. حضرتك حتى في الراديو مثلا بتقعد تسمع الراديو الساعه 12 الظهر كده وبتاع، تلاقي فيه شوشره. عشان كده بقى يمكن يكون في علاقة للظاهرة دي بتعطيل خدمات الاتصالات اللاسلكية، اللي كانت ده التردد عالي على الأرض هو ده السبب اللي الناس بترجئ إليه هذه المشكلة؟ ما هي بتسبب أول حاجة في الاتصالات الراديوية والاتصالات اللاسلكية، وتأثر في البث الإذاعي أو ما إلى ذلك. وممكن برضو بتأثر اللي هي الأشعة دي، أشعة إكس والأشعة ذات الموجات القصيرة دي، تأثر برضو في الأقمار الصناعية.
تؤثر في الاجهزه الالكترونيه الموجوده ازاي في بتؤثر عليها برضو وبتعمل تشويش؟ يأثر عليها ويخرج القمر الصناعي من مداره. وزي سكاي لاب في عام 1989 انه فقد اتصاله بالارض وانتهى. برضه قد تصل الى اجسام برضه الطيارات، تصادف انها قابلها طياره او سقطت على طياره الاشعه دي، ممكن برضه تعمل لخبطه وشوشره للاجهزه الالكترونيه في الطياره، فالطيار يفقد الاتصال بالارض او بابراج المراقبه فينتهي. ايوه. برضه الاشعه او الانفجارات الشمسيه دي برضه بتعمل على تسريع جسيمات، بنسميها جسيمات زي البروتونات والالكترونات. تسريعها بقى بيعمل ايه؟ أيوه. بس دي بتوصل لي بقى، توصل الارض بعد حوالي ساعتين. بتعمل ايه برضه تاثر في الاقمار الصناعيه، تاثر في شركات في الطيران. ايوه. وخاصه في لما يكون قريبه من الاقطاب. وعشان كده الطيارات بتحاول تبعد عن الاماكن دي، منطقه اللي بيحصل فيها انفجارات شمسيه. صحيح. طيب ال يعني نقلت وكالات الانباء ان التوهجات الشمسيه دي اثرت على محطات للكهرباء في المغرب والجزائر، الكلام ده حقيقي يا فندم؟ ممكن حصلت. ليه؟ كان يوم 10 و11 مايو. أيوة. كان انفجار شمسي كبير، يعني بيحصل كل 500 سنه، كان مره حصل في سنه 1859، وكانت عرف بحادثه كارينجتون، لان قطع الكهرباء في كندا وهنا برضه سنه 1989 حصل انفجار شمسي والكهرباء اتقطعت في كندا لمده 6-7 ساعات. ايوه. فاللي يحصل الانفجارات الشمسيه بتاثر في الاماكن ذات خطوط العرض العاليه زي شمال اوروبا، شمال كندا، لكن نادرا تاثر الاقرب للقطبين يعني يا دكتور. الاقرب للقطبين، لكن في اللي هي كانت اللي يدل ان كان انفجار شمسي قوي انه اثر في المغرب والجزائر، اللي هو كان يوم 10 و11 مايو، وكان حصل برضه تكرر في يوم 28 مايو. طيب دكتور، حضرتك كنت بتتكلم عن التأثير على المسارات اللي بتبقى موجودة للأقمار الصناعية وإنها بتؤدي لخروجها عن مسارها الطبيعي، بتتكلم عن تأثيرها على الطائرات. الطيور بقى هل بتأثر على الجهاز العصبي للطيور وتخليهم يتحركوا في أماكن الهجرة اللي بتحصل ما بين الفصول؟ هل ده ممكن يؤثر عليهم كمان؟ هو قال لاحظوا حكايه الطيور والانسان كمان على الجهاز العصبي للانسان، ممكن تاثر على الجهاز العصبي للانسان، لان بتبقى محمله بشحنات بجسيمات مشحونه كهربيا، وانت عارف حضرتك الدماغ مثلا احنا بنقول شحنه كهربيه، واحد بيقول عنده طفل الكهرباء بتاعته عاليه والولد عنده كهرباء عاليه، كهرباء عالية وحركة عنده فرطة حركة، سريع الحركة وبتاع وبيعالجوه يعني. فبرضه ممكن الانبسامات المشحونة دي بتدي طاقة عالية اللي هي البروتونات والالكترونات، لو وصلت لجسم الإنسان ممكن تأثر على جهازه العصبي. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عرفتنا تفاصيل كتير عن هذه الظاهرة. شكرا جزيلا.